تشهد بالآيات الكريمة: إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى. فقيام لله سبحانه وتعالى فجعله يعني بمعنى اليقظة من الغفلة. قبل أن نواصل يعني الغفلة في كتاب الله سبحانه وتعالى جاءت بمعاني متعددة، فمنها فمرات يعني الغفلة تكون بمعنى الكفر أو بمعنى يعني المعصية والذنب، فهنا اليقظة من هذه الغفلة، اليقظة من الكفر تكون بالدخول في الإسلام، واليقظة من الفسق تكون بالتوبة إلى الله تعالى والاستقامة على طريقه، يعني كما في قوله سبحانه وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكره. فهذا يشمل الكافر ويشمل الظالم أو العاصي. كذلك مرات تأتي الغفلة بمعنى يعني عدم العلم بالشيء، بمعنى عدم العلم بالشيء، وهذا في مثل قول الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى يقول إيه: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قبل هذا القرآن، قبل أن ينزل عليه القرآن، كان من الغافلين، بمعنى يعني أنه كان عليه الصلاة والسلام لا يعلم قصص الأنبياء السابقين، ما كان عليه الصلاة والسلام قرأ شيئا من كتب أهل الكتاب السابقة، وما كنت تدري وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، ما كنت تدري ما الكتاب، ونحوها من المعاني. يعني الغفلة بمعنى عدم الدراية وعدم العلم بالشيء، ثم علمه الله سبحانه وتعالى ما كان يعني غافلا عن العلم به، بمعنى كان لا يعلم. مرات الغفلة يعني تأتي أحيانا في سياق مدح، بمعنى الغفلة عن الفاحشة وعن ضروب الشر وطرائق الشر، كما في قوله سبحانه وتعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. فوصف الله سبحانه وتعالى هؤلاء المحصنات المؤمنات، المحصنات العفيفات المؤمنات، وصفهن الله تعالى بالغافلات، هنا غفلة محمودة يعني بمعنى يعني عدم العلم بطرق الشر وعدم العلم بالفواحش وطرائقها. فالغفلة هنا بمعنى العفة يعني عن الحرام وعن المعرفة بطرائقه وجنوده. طيب، كما هي طريقة المؤلف اللي هو الإمام الهروي رحمه الله تعالى، في كل منزلة من منازل العبودية يقسمها إلى ثلاث مراتب. المرتبة الأولى اللي هي زي مرتبة العامة عوام المؤمنين، ثم المرتبة الثانية مرتبة الخاصة، ثم المرتبة الثالثة مرتبة خاصة الخاصة، كل مرتبة أعلى من التي قبلها. وبعدين يعني المرتبة الثانية لا بد وأن يأتي فيها بما قبلها، يعني ليس المقصود، ليس المقصود أنه إذا وصل إلى المرتبة الثانية ترك ما عليه أهل المرتبة الأولى، إنما يعني يأتي بما عليه أهل المرتبة الأولى ويستمر عليه ويزيد عليه ويكمل بتحصيل يعني ما ينبغي لأهل المرتبة الثانية، ثم يضيف إلى ذلك ويزيد عليه من باب زيادة الإيمان وكذا، فيضيف عليه ويزيد عليه ما يليق بأهل المرتبة الثانية. وكل مرتبة من هذه المراتب يذكر فيها ثلاثة أشياء، يعني تصبح ثلاثة في ثلاثة تسعة، يعني كل مرتبة من مراتب العبودية يقسمها إلى ثلاث مراتب، وبعدين كل مرتبة فيها ثلاثة أشياء لابد أن يأتي بها حتى يحصل هذه المرتبة. فإحنا تكلمنا عن المرتبة الأولى والثانية، الآن المرتبة الثالثة من مراتب اليقظة. قال: الثالث يعني من مراتب اليقظة. الثالث، القسم الثالث يعني من مراتب اليقظة، المرتبة الثالثة أو الدرجة الثالثة من درجات اليقظة اللي هي أعلى شيء يعني اللي هي المرتبة. قال: الانتباه لمعرفة الزيادة والنقصان من الأيام. هنقرأ العبارة وبعدين شرحها إن شاء الله
كلام ابن القيم. قال: الانتباه لمعرفة الزيادة والنقصان من الأيام، والتنصل عن تضييعها، والنظر إلى الظن بها لتدارك فائتها وتعمير باقيها. فهنا الإمام القيم يشرح يعني هذا الكلام، يقول يعني أنه يعرف ما معه من الزيادة والنقصان فيتدارك ما فاته في بقية عمره التي لا ثمن لها، يعني التي لا تقدر بثمن. الانتباه لمعرفة الزيادة والنقصان، يعني ما يزيد به دينه وإيمانه، ما ينقص به دينه وإيمانه، فينتبه لما يزداد به من الخير وما ينقص به من الخير، ويراعي أيضا وينتبه إلى العمر، يعني وأن عمره يوشك، يعني يوشك على الانقضاء، وأن ما مضى من العمر أكثر مما بقي منه، فيبدأ ينتبه لهذه الأمور، فيتدارك ما فاته في بقية عمره التي لا ثمن لها، يعني يبدأ يدرك يعني قيمة الوقت وأن ما تبقى من العمر شيء لا ثمن له، يعني لأنه إذا استعمله في الخير والطاعة يرفع الله تعالى بذلك الدرجات في النعيم المقيم، فيسعى إلى اغتنام ذلك، ويبخل بساعاته بل بأنفاسه عن ذهابها ضياعا في غير ما يقربه إلى الله تعالى، فيبدأ يضن يعني بالساعات يقول بل بالأنفاس، يعني يحاول لا يضيع منه يعني نفس، يعني ولو لحظة لا يستعملها في الخير أو لا يستعملها في الطاعة أو كذا، يعني شيء نفيس، يعني وإذا ذهب لا يمكنه التعويض، وبإمكانه مثلا في هذه الثانية أو اللحظة أو كذا ممكن يسبح فيها تسبيحة ولا يستغفر فيها استغفارا ولا يتلو فيها آية ولا كذا، يعني يبقى له أجرها أو كذا، فيحاول أنه يغتنم أوقاته. يعني طبعا قصص السلف يعني في هذا الباب، باب الحفاظ على الوقت وكذا، يعني في أشياء عجيبة جدا، يعني منها ما جاء في سيرة الإمام ابن عقيل الحنبلي رحمه الله، فقهاء الحنابلة الكبار، الإمام ابن عقيل يعني له كتاب اسمه كتاب الفنون في 800 مجلد، فكان الكتاب يعني فقد أكثره، لكن بقي منه جزء أكثره مفقود، فكان يعني طيلة عمره وهو في يعني في الكتابة وسارع يسابق الأوقات، يعني حتى لا تفوت منه لحظة، فكان يعني من حرصه على الوقت كان يأمر جاريته أن تفت له الطعام وكذا، حتى يصفه بسرعة، يعني هو يكتب ويقرأ وكذا، ويقول يعني بين الطعام الذي يسخ يعني ويقعد يمضغ فيه تفرق معاه، يعني ممكن يكتب كم صفحة فرق الكتابين من حرصه على الوقت وكذا. فيقول: بل بأنفاسه عن ذهابها ضياعا في غير ما يقربه إلى الله تعالى. قال: فهذا هو حقيقة الخسران المشترك بين الناس مع تفاوتهم في قدره قلة وكثرة، وكل نفس، يعني يقول الخسران المشترك بين الناس اللي هو خسارة الأوقات، اللي هي تضييع الأوقات وعدم الانتفاع بها فيما يقرب إلى الله تعالى ويرفع الدرجة عند الله. فقال: هذا خسران مشترك بين الناس، يعني كل إنسان يعني قد يكون ضاع منه بعض الأوقات لم ينتفع بها، لكن مع التفاوت في قدر ذلك قلة وكثرة، يعني الناس يعني قد يوفقون للحفاظ على معظم الوقت الذي يضيع أقله، العكس. وكل نفس يخرج في غير ما يقرب إلى الله تعالى هو حسرة على العبد في معاده، ووقفة له في طريق سيره، أو نكسة إن استمر، وحجاب إن انقطع به. يقول: كل نفس يخرج في غير ما يقرب إلى الله فهو حسرة على العبد، يتحسر عليه ويندم عليه يوم القيامة.
وقفة له في طريق السير، يعني هو سائر إلى الله تعالى، وقت يعني لا يستعمله في الطاعة، فهذا كأنه توقف في طريق السير، فبيتأخر يعني في السير. ممكن لو أنه وصل السير، فمواصلة السير معناها عدم تضيع أي شيء من الوقت، يعني أي شيء الوقت يضيعه معناها كأنه يتوقف وهو يسير على الصراط المستقيم في طريق الهجرة، فيعتبر أي وقت لا يستعمله في الطاعة فهذا توقف. قال أو نكسة، يعني قد لا يكون توقف فقط بل قد يكون انتكاسا، يعني رجوعا إلى الوراء. قال وحجاب إن انقطع به، بل يعني زيادة على هذا والعياذ بالله تعالى، قد يؤدي به إلى انقطاع التوقف التام عن مواصلة السير، فينقطع به الطريق إلى هذا الموضع ولا يواصل السير إلى ما. إذن هذه المرتبة يعني فيها إيه؟ الانتباه لمعرفة الزيادة والانقصان من الأيام، هذه أول شيء، التنبه لقيمة الأوقات يعني وكيف أنه يمكن أن يزداد فيها. ثم الثاني هو التنصل عن تضييعها، يعني بعد ما انتبه إلى أهمية الأيام فإنه إيه؟ يتنصل عن تضييعها، يعني يحرص على ألا يضيعها. ثم الشيء الثالث اللي هو النظر إلى الظن بها لتدارك فائتها وتعمير باقيها، ويبدأ يأخذ من ذلك عبرة، يحاول أن يتدارك ما فات وأن يعمر ما بقي له. بعد ذلك قال فأما معرفة النعمة، فأما معرفة النعمة فإنها تصفو بثلاثة أشياء، إنها تصفو بثلاثة أشياء. إنه كان ذكر يعني قبل ذلك، كان ذكر قبل ذلك في تعريف اليقظة أن العبد يعني عليه أن إيه حتى يكون يعني قد تيقظ، فاليقظة يعني مركبة من شيئين اللي هو معرفة نعم الله تعالى على العبد، وإدراك تقصير العبد في أداء حق هذه النعم. فالإنسان إذا تيقظ من غفلته فيقظته تكون بشيئين أساسيين هما معرفة نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد، فيبدأ يدرك مقدار نعم الله على العبد. والأمر الثاني أن يدرك مقدار تقصيره في أداء حق هذه النعم وشكرها، يلاحظ النعمة ويلاحظ تقصيره في أداء حقه. فهنا يتكلم عن معرفة النعمة اللي هي تعتبر يعني ركنا أساسيا في مرتبة اليقظة. فإنها تصفو بثلاثة أشياء: بنور العقل وشيم برق المنة. الشيم اللي هو شيم البرق اللي هو النظر إلى سحابة البرق أين تمطر، يعني في لغة العرب يقولون إيه شام فلان البرق شيما، يعني شام البرق او شمت البرق بمعنى ايه رايت البرق، فخرج ايه ينظر الى السحابه التي نشا عنها هذا البرق، اين ستمطر هذه السحابه، فيحاول ايه ينظر اليها والى المكان الذي ستمطر. فيقول تصفو بثلاثه اشياء: بنور العقل وشيم برق المنه. برق المنة يشيمه يعني ينظر إلى البرق الذي ينشأ عن سحاب المنة، على سبيل التشبيه يعني يشبه منن الله سبحانه وتعالى بالسحابة الممطرة، فيشيم برقها يعني ينظر إليه وينظر إلى أين تنزل، أين تمطر هذه السحابة، يعني أين تنزل هذه المنة. والاعتبار بأهل البلاء، والاعتبار بأهل البلاء، الاعتبار هو قياس حاله على حالهم يعني، وأخذ العبرة والعظة من حال أهله. هذه ثلاثة أشياء: نور العقل وشيء برق المنة والاعتبار بأهل البلد. الإمام ابن القيم يشرح هذا الكلام يقول يعني أن حقيقة مشاهدة النعمة تصفو بهذه الثلاثة. نقول عشان يكون متيقظا لابد أن هو يدرك نعمة الله ويدرك تقصيره في شيء، فحتى يدرك النعمة لابد من ثلاثة أشياء، وهي النور الذي
أوجب اليقظة فاستنار القلب به لرؤية التنبيه، وعلى حسبه قوة وضعفا تصفو له مشاهدة النعمة. نور الايه؟ نور العقل. يكون نور العقل هو هذا النور الذي أيقظ الله تعالى به العبد فأنار له قلبه، فعلى حسب هذا النور قوة وضعفا تصفو له مشاهدة النعمة. فإن من لم ير نعمة الله عليه إلا في مأكله وملبسه وعافية بدنه وقيام وجهه بين الناس، الوجه معنى الجاه يعني حظوة عند الناس، فليس له نصيب من هذا النور البت. يقول الذي يعني حصر تفكيره في النعم، في هذا النوع من النعم الحسية المادية، المطعم والمشرب والصحة والجاه بين الناس، فهذه النعم يعني مشتركة بين المؤمن والكافر، وقد يكون الكافر له يعني جاه من الناس، وقد يكون الله تعالى يطعمه ويسقيه، وبعض هذه النعم يعني يشارك فيها تشترك فيها البهائم يعني الحيوان وكذا. لا شك انها نعم عظيمه من الله سبحانه وتعالى، لكن يعني الانكار هنا على من انحصر فكره يعني في نعم في هذا النوع من النعم وغفل عن نعمه الايمان والطاعه. فيقول فليس له نصيب من هذا النور البت، هو النور الذي فيه الايقاظ يعني من الغفله وكذا. فنعمه الله بالاسلام والايمان وجذب عبده إلى الإقبال عليه والتنعم بذكره والتلذذ بطاعته هو أعظم النعم، وهذا إنما يدرك بنور العقل وهداية التوفيق. فإذا حتى يصح وصف العبد بأنه قد استيقظ فأدرك نعمة الله تعالى عليه، المقصود أنه يدرك نعم الدينية كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفضل الله ورحمته جاء تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنه قال فضل الله القرآن ورحمته الإسلام، فضل الله القرآن ورحمته الإسلام، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فنعمة القرآن ونعمة الإسلام هذه النعمة الحقة التي ينبغي أن يفرح بها العبد. قال وكذلك شيمه بروق منن الله عليه وهو النظر إليها ومطالعتها من خلال سحب الطبع وظلمات النفس. فهذا شيم برق المنة، يقول يعني يشبه إيه أنك سحب، هذه السحب الطبع وظلمات النفس، وبعدين من خلال هذه السحب أضاء البرق الذي يشك أن ينزل منه المطر نعمة الإيمان ونعمة الإسلام وكذا، من خلال هذه السحب تتحول إلى مطر وإلى منة الإيمان ونعمة الإسلام. قال والنظر، هذا كان الأمر الثاني. والثالث اللي هو قال والنظر إلى أهل البلاء وهم أهل الغفلة عن الله والابتداع في دين الله، زي ما ذكرنا النعمة يعني الحقة المقصودة هنا اللي هي نعمة الإيمان في الجنة. البلاء أيضا ليس المقصود البلاء اللي هو في البدن والصحة والمال وكذا، وإنما هذا النوع من البلاء يعني قد يتعرض له المؤمن، يعني صفوة خلق الله من الأنبياء والصالحين وكذا كانوا يمرضون ويصيبهم فقر ويصيبهم مرض ويصيبهم، فليس البلاء هو بهذا المعنى يعني هذا أهون البلاء. البلاء الحقيقي هو البلاء في الدين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعائه اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، مصيبة حقا هي مصيبة الدين يعني. فكل إنسان غافلا عن إدراك أهل البلاء إذا كان يظن أن النعمة هي عنده مال وعنده كذا حتى لو كان كافرا وفاسقا ما يكون متفطن أن هذا في أعظم البلاء، فهو إلى الآن لم يعتبر بحال أهل البلاء، باعتبار بحال أهل البلاء هم أهل الغفلة عن الله والابتداع في دين الله، فهذان الصنفان هم أهل البلاء حقا، فإذا رآهم وعلم ما هم عليه
عظمت نعمة الله عليه في قلبه وصفت له وعرف قدرها، فالضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء. فرؤية المبتلى يعني كما أنه في البلاء اللي هو الحسي، يعني في الصحة والمال والكذا، إذا الإنسان رأى المبتلى فيتذكر إيه نعمة الله تعالى عليه، يشكر النعمة، فيقول كذلك يعني البلاء في الدين هذا أولى أن الإنسان إذا رأى الكافر أو رأى الفاسق فيدرك عظم هذا البلاء وكيف أن الله تعالى عافاه من هذا البلاء، فتصفو له النعمة فيشكر الله تعالى ويعرف قدره. قال الضد يظهر حسنه الضد، فعندما يرى الكفر يتذكر إيه نعمة الدين. قال حتى إن من تمام نعيم أهل الجنة رؤية رؤية أهل النار وما هم فيه من العذاب. من تمام نعيم أهل الجنة أنهم يؤذن لهم في رؤية أهل النار وعذابهم. ورد في بعض الأحاديث يعني أن أهل الجنة يؤذن لهم في دخول النار وتكون عليهم بردا وسلاما، يعني ممكن يمشي فيها يرون أهل النار ويرون عذابهم، ويكون هذا زيادة في نعيمهم أن الله تعالى صرف عنهم هذا العذاب ونجاهم من هذا. قال وأما مطالعة الجناية، الشق الثاني من إيه؟ من اليقظة، هي اليقظة كما ذكرنا اللي هي يعني إيه؟ إدراك نعمة الله على العبد، ثم إدراك جناية العبد وذنبه وتقصيره في شكر هذه النعمة وعدم أدائه حق الله فيها. فهي مطالعة النعمة ومطالعة الجناية. فمطالعة النعمة ثلاثة أشياء، ومطالعة الجناية أيضا ثلاثة أشياء. قال وأما مطالعة الجناية فإنها تصح بثلاثة أشياء: بتعظيم الحق ومعرفة النفس وتصديق الوعي. بتعظيم الحق معرفة النفس وتصديق الوعي. يشرح هذا الكلام، قال يعني أن من كملت عظمة الحق في قلبه عظمت عنده مخالفته، لأن مخالفة العظيم ليست كمخالفة من هو دونه. ومن عرف قدر نفسه وحقيقتها وفقرها الذاتي إلى مولاها الحق في كل لحظة ونفس وشدة حاجتها إليه عظمت عنده جناية المخالفة لمن هو شديد الضرورة إليه في كل لحظة ونفس. هنا إيه تعظيم الحق؟ الحق هنا استعمل الحق بمعنى أنه اسم من أسماء الله تعالى، ذلك لأن الله هو الحق، ذلك لأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل. الآية الأخرى وأن الله هو الحق المبين، فالله تعالى من أسمائه الحق سبحانه. هنا يقول مطالعة الجناية تكون أولا بتعظيم الحق، فقال إذا كملت عظمة الحق سبحانه وتعالى عظمت عنده مخالفته، فيعظم عنده مخالفته يعني مخالفة أمر الله تعالى، لأن مخالفة العظيم ليست كمخالفة من هو دونه. ومن عرف قدر نفسه وحقيقتها وفقرها الذاتي إلى مولاه. فالفقر في فقر، الفقر الذاتي يعني هذا الأصل في الإنسان أنه فقير فقرا ذاتيا. والغنى عند الإنسان هذا وصف عارض، يعني ليس وصفا ذاتيا، مجرد شيء طارئ أو عارض عليه ليس من ومؤقت يعني يوشك أن يزول عنه. فالوصف الحقيقي للإنسان هو الفقر، والوصف الحقيقي لله سبحانه وتعالى هو الغنى. إن الله لغني عن العالم، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فغنى الله سبحانه وتعالى هو الغنى الذاتي، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى غني، هو من صفته الغنى سبحانه وتعالى. ليس غنى الله سبحانه وتعالى بأنه يمتلك السماوات أو يمتلك الأرض أو يمتلك الأموال، هو سبحانه وتعالى خلق هذه الأشياء وهو الذي أوجدها، وإذا شاء إنما أمره
شيء أن يقول له كن فيكون. الله تعالى يفنيها في لحظة لو شاء ويخلق أضعافها لو شاء سبحانه وتعالى. هو على كل شيء قدير. فهو غناه سبحانه وتعالى ليس يعني لأنه يمتلك السماوات أو يمتلك الأرض، وإنما لاستغنائه عنها سبحانه وتعالى ولغناه عن كل ما سواه سبحانه وتعالى. فهو غني عما سواه سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى أي شيء سواه، وهو الذي يوجد سبحانه وتعالى هذه المخلوقات وهو غني عنها سبحانه وتعالى. بينما الإنسان هو في طبعه الفقر الذات، فهو مفتقر يعني محتاج إلى ما سواه. الإنسان محتاج إلى الطعام، محتاج إلى الشراب، محتاج إلى كسوة، ومحتاج وقبل ذلك طبعا محتاج إلى نعمة الهداية والإيمان. فهو محتاج إلى الله سبحانه وتعالى الذي يمن عليه بالنعم الدنيا والنعم الدنيا. فهو الإنسان فقير إلى الله سبحانه وتعالى، محتاج إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الله تعالى قال أنتم الفقراء إلى الله. نعم. فالإنسان طيب قد يوصف الإنسان أحيانا بأنه غنيا، يكون غنيا أو فقيرا، يعني كيف نوفق يعني بين أنتم الفقراء إلى الله وبين مثلا وصف الإنسان أحيانا في بعض النصوص بالغنى، يعني زي مثلا يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى به، يكون فقراء يغنيهم الله من فضله مثلا. فهنا الغنى عند الإنسان غنى عارض، يعني غنى الإنسان لتملكه أشياء خارجة عن ذاته، يعني يعطيه الله تعالى إياه، وهذه الأشياء يعني إما تزول عنه في حياته أو يزول هو عنها بالموت، فيرجع مرة أخرى إلى فقره الذاتي. يأتي يوم القيامة وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، يعني الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلة. فغنى الإنسان يعني وصف عارض أو طارئ على ذاته، ليس وصفا ذاتيا له. وحتى يعني استغناءه بهذه الأشياء افتقار إلى الله تعالى واحتياجه، جعل الله تعالى الإنسان بحاجة إلى أشياء يحتاج إليها. فهو الفقر هو صفة ذاتية للإنسان، واستغناءه بأشياء يعني حوله هذه أشياء عارضة، ويشك أن تزول عنه في الحياة، تذهب عنه هذه الأموال أو هذه أو يموت ويتركها، فيرجع إلى فقره. وهو حيجينا إن شاء الله في منازل العبودية، في منازل العبودية في منزلة الفقر ومنزلة الغنى. لأن هي مرات في فقر محمود وفي غنى محمود، يعني الفقر المحمود اللي هو أنتم الفقراء إلى الله والافتقار إلى الله، والغنى المحمود اللي هو الاستغناء بالله عن عما سوى الله. يعني الافتقار المحمود هو الافتقار إلى الله لا إلى سواه، والغنى المحمود هو الاستغناء بالله عما سوى الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس، فهو استغناء النفس هو يعني مستغنيا عما سوى الله ومستغنيا بالله وكذا. هناك فقر محمود وغنى محمود، يعني المنازل العبودية هو الافتقار إلى الله، المنازل العبودية أيضا الاستغناء بالله سبحانه. أيوة أحسن أرضنا بفضلك عما سوى فيقول من عرف قدر نفسه وحقيقتها وفقرها الذاتية إلى مولاها الحق سبحانه وتعالى في كل لحظة ونفس. فالإنسان دائما هو مفتقد إلى الله تعالى في كل لحظة وفي كل نفس، يعني النفس الذي ستتنفسه أنت مفتقر فيه إلى الله سبحانه. لو شاء الله تعالى لحبسه عنك وعجزك عن تنفسه، فأنت مفتقر إلى الله في أن يعطيك هذا النفس وهذا لحظة، أي لحظة ستعيشها فأنت مفتقد إلى الله تعالى يحييك هذه اللحظة، هو قادر سبحانه وتعالى يميتك قبل هذه اللحظة. وشدة حاجتها إليه عظمت عنده جناية المخالفة لمن هو شديد الضرورة إليه في كل لحظة. إذا أدرك الإنسان يعني شدة افتقاره إلى الله في كل لحظة وكل نفس وكل نعمة وكل شيء، في هذه الحالة يعني طالما أنت شديد الضرورة إلى الله وشديد الافتقار إلى الله، فإذا مخالفة يعني مخالفتك أمر الله تدرك أنها شيء يعني عظيم. قال وأيضا فإذا عرف حقارتها، هي حقارة النفس يعني مع عظم قدر من خالفه
عظمت الجناية عنده. الجناية تعظم يعني يدرك الجناية وقدرها أو الشيء بتعظيم الحق، ثم الثاني بمعرفة قدر النفس وحقارة النفس، فتعظم الجناية عنده فشمر في التخلص منه. والأمر الثالث اللي هو تصديق الوعيد، قال وكذلك بحسب تصديقه بالوعيد. الوعيد اللي هو التخويف، يعني في عندنا وعد ووعيد، الوعد اللي هو الوعد اللي هو للطائعين، يعني الوعد اللي هو بالثواب والأجر لمن عمل الصالح، والوعيد اللي هو التخويف من العقاب لمن عمل سوء. الوعد اللي هو الترغيب في الثواب لمن عمل خيرا، والوعيد اللي هو التخويف من العقاب. فبحسب تصديقه بالوعيد ويقينه به يكون تشميره في التخلص من الجناية التي تلحقه به. وكذلك أيضا يدرك يعني عظم الجناية على قدر تصديقه بالوعيد الذي ورد في حق هذه الجناية. كلما كان يقين بأن هذا الوعيد حق وأن هذه الجناية يعني قد تؤدي به إلى العذاب الأليم، على قدر يقينه بذلك يشمر يعني يجد ويجتهد في التخلص من الجناية التي تلحقه بهذه. قال ومدار السعادة وقطب رحاها على التصديق بالوعيد، فإذا تعطل من قلبه التصديق بالوعيد خرب خرابا لا يرجى معه فلاح بتة. والله تعالى أخبر أنه إنما تنفع الآيات والإنذار لمن صدق بالوعيد وخاف عذاب الآخرة، فهؤلاء هم المقصودون بالإنذار والمنتفعون بالآيات دون من عداه. قال تعالى إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. قال تعالى إنما أنت منذر من يخشاه، يخشى الساعة يوم القيامة. وقال تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، قال وأخبر تعالى أن أهل النجاة في الدنيا والآخرة هم المصدقون بالوعيد الخائفون منه. فقال تعالى وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. قال وأما معرفة الزيادة والنقصان من الأيام. برضه هو كان هي لما ذكر مراتب اليقظة لو تذكرون، برضه كان ذكر مراتب اليقظة فجعل المرتبة الأولى اللي هي إيه؟ جعل المرتبة الأولى اللي هي ما يتعلق يعني بإدراك النعمة وحمد النعمة وكذا، وبعدين المرتبة الثانية اللي هي مطالعة الجناية، والمرتبة الثالثة اللي هي الانتباه لمعرفة الزيادة والنقصان في الأيام. فرجع هنا يذكر ثلاثة أشياء أيضا متعلقة بكل واحدة منهم. وهنا بالنسبة للزيادة والنقصان من الأيام قال فإنها تستقيم بثلاثة أشياء: سماع العلم وإجابة دواعي الحرمة وصحبة الصالحين. ثلاثة أشياء: سماع العلم وإجابة دواعي الحرمة وصحبة الصالحين. قال وملاك ذلك كله خلع العادات. ملاك ذلك يعني ما يملك به ذلك كله، يعني ما يملك به ذلك وما يجمع هذه الأمور كلها ويوصل إليها خلع العادات، التخلص من العادات يعني السيئة، وأن يسهل على الإنسان أن يغير عادته وطبعه إلى ما هو أحسن. قال يعني أن السالك على حسب علمه بمراتب الأعمال، السالك هو السائر في الطريق يعني،
على حسب علمه بمراتب الأعمال ونفائس الكسب. ونفائس الكسب تكون معرفته بالزيادة والنقصان في حاله وإيمانه. فأول شيء اللي هو سماع العلم، فيقول يعني الإنسان يعلم مراتب الأعمال وتفاضلها وأيها يعني أفضل وأعلى مرتبة. وكان المؤلف قبل ذلك تكلم عن مراتب الأعمال الصالحة وكيفية يعني الموازنة بين الإنسان بعد أن يؤدي الفرائض إذا أراد أن يتنفل يعني أي النوافل الأفضل وكذا، وهناك يعني طرق يعني واجتهادات للفقهاء في المفاضلة بين الأعمال الصالحة. فإذا عرف يعني مراتب الأعمال ونفائس الكسب تكون معرفته بالزيادة والنقصان في حاله وإيمانه. كلما عمل عملا من هذه الأعمال التي يعظم أجرها وهي أفضل من غيرها وكذا، فيعرف ذلك أنها بها يزداد إيمانه ازدادا كبيرا ويزداد إقبالا عليها. وكذلك تفقد إجابة داعي تعظيم حرمات الله من قلبه. ده معنى إجابة دواعي الحرمة، فسرها بأنها الإيه؟ يعني ما يدعو إلى تعظيم حرمات الله، ما يدعو إلى تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى. وحرمات الله تعالى يعني أوامره ونواهيه، يعني تعظيم أمر الله تعالى ونهي التكاليف الشرعية، ما يحرم على العبد هو ترك المأمورات وفعله. هل هو سريع الإجابة لها أم هو بطيء عنها؟ يعني عندما يدعوه الداعي إلى تعظيم حرمة من حرمات الله تعالى، فهل هو يعني سريع الإجابة لهذا الداعي أو أنه بطيء الإجابة لهذا الداعي؟ فبحسب إجابة الداعي سرعة وإبقاء تكون زيادته ونقصانه. لما كان سريع الإجابة لمن يدعوه إلى فعل شيء أمر الله به أو صنع شيء أمر الله عنه، فإذا كان سريع الامتثال يعني لهذا الداعي، الداعي قد تكون آية كريمة تتلى عليه أو واعظ يعظه بالخير أو تفكره وتذكره شيئا من أمر الله. فإذا كان يعني سريع الإجابة وفعلا تذكر أنه في شيء نهى الله عنه فيسرع إلى تركه، إذا كان في شيء يعني أمر الله به فيسرع. بحسب السرعة والإبطاء تكون الزيادة والنقصان في الإيمان. قال وكذلك صحبة أرباب العزائم المشملين إلى اللحاق بالملأ الأعلى يعرف به ما معه من الزيادة والنقصان. تكون صحبة الصالحين، وهنا فسر الصالحين بأنهم أهل العزائم الذين يشملون إلى اللحاق بالملأ الأعلى. فصحبة هؤلاء تجعله يعني يقارن حاله بحالهم ويدرك أنه مثلا عنده تقصير في أشياء، يرى مثلا بعض من عنده اجتهاد مثلا في الدعوة إلى الله، في الجهاد في سبيل الله، في الصدقة، في تلاوة القرآن، في الصيام، في الصلاة، فإذا رأى من هو أكثر منه صلاة أو صياما أو تلاوة أو جهادا أو غير ذلك من أبواب الخير، فيدرك بذلك تقصيره. لكن دائما الإنسان يقيس حاله بحال من هم يعني أقل منه دينا أو كذا، فيحسب أنه يعني أنه يعني على خير وأدى المطلوب وزيادة وكذا. لكن عندما يقارن حاله بحال من هو أفضل منه فيدرك أنه مقصر ويبدأ يسعى في استكمال هذا التقصير. وصحبة الصالحين تشمل سواء يعني من كان موجودا منهم من الأحياء أو كذا، وكذلك أيضا لمطالعة سيرهم. يعني قد يكون الإنسان في مكان لا يجد فيه يعني هؤلاء الذين هم يعني اجتهدوا في الطاعة والعبادة وكذا، يعني يشجعونه على الازدياد من الخير، فيطالع سير هؤلاء يعني في الكتب قبل ذلك في القرآن الكريم والسنة. الله تعالى يقول وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. سماع قصص الأنبياء يعني فيه تثبيت لقلب النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك سماع قصص الصالحين وما كانوا عليه من الخير والاجتهاد في الطاعة يجعل العبد
يقيس حاله بحاله فيدرك أنه على تقصير، فيعرف به ما معه من الزيادة والنقصان. قال والذي يملك به ذلك كله خروجه عن العادات والمألوفات، ملاك ذلك كله خلع العادات، خصلة التي يملك بها كل ذلك ويصل بها إلى كل هذه الأمور، خروجه عن العادات والمألوفات وتوطين النفس على مفارقتها والغربة بين أهل الغفلة والإعراض. الإنسان تعود على نوعية معينة من التكاسل عن الطاعة والتقصير في الخير وكذا، فإذا كان الإنسان ممن يعني يصعب عليه تغيير عادته فإنه سيستمر في هذا الحال، فلا بد أن يكون عند الإنسان يعني قدرة على تغيير عادته إلى ما هو أحسن وما هو أفضل، وأنه لا يبالي بكونه غريبا عن أهل الغفلة والإعراض. يعني عندما هو يجتهد يعني في الطاعة وكذا قد يكون غريبا عن من حوله، الناس حوله يعني يستغربون فعله ولا يفعلون مثل ما هو يفعل أو كذا، يعني إذا هو صار يجتهد في الصلاة وفي الصيام وفي تلاوة القرآن، الذين حوله يعني يرون أنه يعني كأنه متشدد أو ضيق على نفسه وكذا، فإذا هو يعني لم يكن في عنده القدرة على مخالفة عادة من حوله وعدم المبالاة بتقصير من حوله، إذا كان من حوله مقصرا لا يضره أن يكون غريبا بينهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد بدأ الإسلام غريبا سيعود غريبا كما بدأ فصوما للغرباء، يعني فقد يكون من حوله يعني يتعجبون مثلا من كونه يترك أشياء من المحرمات أو المكروهات ويتهاونون بها أو يجتهد في طاعات يعني لا يوجد أن يجتهد فيها في مكان. قال وما على العبد أضر من ملك العادات له. قل ليس هناك شيء أضر على العبد من تملك العادات له. وما عارض الكفار الرسل إلا بالعادات المستمرة الموروثة لهم عن الأسلاف الماضية. يعني كان أكبر أسباب إعراض الكفار عن الاستجابة للرسل أنه يقول إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على طريقة مسلوكة وعادة تبعهم، وإنا على آثارهم مقتدون، في الآية الأخرى مقتدون. فكان دائما الكفار ينكرون يعني على الرسل الكرام أنهم جاءوا بأشياء تخالف طريقة آبائهم وطريقة أجدادهم، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. دائما في قصص الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم الكفار يعني عارضوا دعوتهم بأنها يعني تخالف العادة وتخالف طريقة الآباء وتخالف سواء هذا يعني على مستوى يعني الكفر والإسلام، وكذلك أيضا على مستوى يعني الطاعة والمعصية أو حتى يعني الاجتهاد في الطاعة وفي الخير وكذا، فكثير من الناس يعني يريد أن يسير على الطريقة التي تعود عليها والتي عليها من حوله من الناس، ولا يريد أن يغير يعني إلى الخير. قال فمن لم يوطن نفسه على مفارقتها والخروج منها والاستعداد للمطلوب منه فهو مقطوع، يعني سينقطع عن الطريق ولن يتمكن من مواصلة السير في هذا الطريق، وعن فلاحه وفوزه ممنوع. ثم استشهد بالآية الكريمة ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وهذه الآية الكريمة وإن كانت في أمر الجهاد، يعني ذكرها الله سبحانه وتعالى عن الجهاد والخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، فالله سبحانه وتعالى كرها انبعاث المنافقين أن يخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام للجهاد، فثبطهم جعلهم ليس عندهم يعني عزيمة ولا رغبة في الخروج للجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل اقعدوا مع القاعدين. فالله تعالى يقول يعني
هؤلاء المنافقون إنما تخلفوا عن الجهاد لأن الله تعالى كرها بعثهم، كره مشاركتهم فيه، فثبتهم الله تعالى عنه وقيل اقعدوا مع القائدين. ويعني ومن المفسرين والعلماء يعني من يقول هذه الآية الكريمة يعني شاملة لكل أبواب الخير، يعني أي باب من أبواب الخير إذا يعني كره الله تعالى مشاركة عبده في هذا الباب من الخير ثبته الله تعالى عنه وقيل اقعدوا مع القائدين. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يستشهد بهذه الآية يعني في موضوع طلب العلم، يعني فيقول يعني رأيت نفسك يعني معرضا عن طلب العلم وغير ضار في التعلم فعلى الإنسان أن يخشى أن يكون ممن كره الله تعالى بعاثه في طلب العلم وكذا فثبته وقيل اقعدوا مع القائدين صرفه الله تعالى عن أي باب من أبواب التقرب إلى الله تعالى من العلم والعبادة والصلاة والصيام وغيرها. الإنسان يعني وجد في نفسه كسلا عن باب من أبواب الخير فعليه أن يخشى أن يكون كره الله تعالى بعثه في هذا الباب من الخير فسقط عنه. قال فصل: فإذا استحكمت يقظته أوجبت له الفكرة، وهي كما تقدم تحديق القلب إلى جهة المطلوب التماسا له. فهنا يتكلم عن منزلة الفكرة، منزلة اللي هي التفكر يعني، منزلة الفكرة والتفكر. والفكرة كما عرفها قال إيه؟ تحديق القلب إلى جهة المطلوب التماسا له. وصاحب المنازل جعلها بعد البصيرة. صاحب المنازل اللي هو الإمام الهروي صاحب كتاب منازل السائرين جعل منزلة الفكرة بعد منزلة البصيرة، وقال في حدها يعني في تعريف الفكرة: هي تلمس البصيرة لاستدراك البغية، أي التماس العقل للمطلوب بالتفتيش عليه. تلمس البصيرة لاستدراك البغية، قال أي التماس العقل للمطلوب بالتفتيش عن المطلوب، يبدأ العقل يفتش عن المطلوب. قال: وهي ثلاثة أنواع، فكرة في عين التوحيد، وفكرة في لطائف الصنعة، وفكرة في معاني الأعمال والأحوال. سيشرح هذه الفكرة. فابن القيم رحمه الله يعلق على هذا يقول: قلت الفكرة فكرتان، فكرة تتعلق بالعلم والمعرفة، وفكرة تتعلق بالطلب والإرادة. في التفكر يتعلق بالعلم يتعلق بالمعرفة، وتفكر يتعلق بالطلب وبالإرادة. يعني الإنسان حتى يعني يفعل الخير فيحتاج إلى أمرين، يعني يحتاج إلى علم بهذا الخير وإلى طلب له وإرادة له. فالفكرة التي تتعلق بالعلم والمعرفة، والثانية تتعلق بالطلب والإرادة. قال: فالتي تتعلق بالعلم والمعرفة فكرة التمييز بين الحق والباطل والثابت والمنفي. الإنسان يتفكر في التمييز بين الحق والباطل والثابت والمنفي. والتي تتعلق بالطلب والإرادة فهي الفكرة التي تميز بين النافع والضار، بين النافع حتى يطلبه ويريده، والضار حتى يتوقف عن طلبه وينصرف عن إرادته. قال: ثم يترتب عليها فكرة أخرى في الطريق إلى حصول ما ينفع فيسلكها، وطريق ما يضر فيتركها. يقول هناك أيضا فكرة تتعلق بالوسائل التي تحقق المقاصد. يعني إذا الإنسان تفكر وتوصل إلى أن هذا الشيء نافع فهو يريده،
وأن هذا الشيء ضار فهو لا يريده. فيبدأ يفكر أيضا في هذا الشيء النافع الذي يريده، ما هي الوسائل أو الوسيلة التي توصله إليه، كيف يحصل هذا الشيء الذي يريده. يعني في أمر الدنيا مثلا الإنسان يريد مثلا مالا، فيبدأ يفكر كيف يحصل هذا المال، يبحث عن وظيفة، يعني عن تجارة، عن كذا، حتى يصل إلى المقصود. يريد النجاح في الاختبار، فيبدأ يفكر في الطريقة، يعني كيف يحصل المعلومات الكافية ويتدرب على الاختبار وهكذا. يعني فما ينفع أيضا في أمر الدين فيحتاج إلى فكرة في الطريق التي يحصل بها على ما ينفعه فيسلكها، وطريق ما يضر الأشياء التي تفكر فيها وعرف أنها مضرة فهو لا يريدها، فيفكر في الطريقة التي يتخلص بها منها ويبتعد عنها. قال: فهذه ستة أقسام لا سابع لها، هي مجال أفكار العقلاء. إذا هذه الستة، ما هي هذه الستة؟ إحنا عندنا إيه الآن؟ يعني عندنا علم وإرادة وطريق، علم وإرادة وطريق، وكل واحدة منها يعني فيها فعل ما ينفع وترك ما يضر. يعني في بالنسبة للعلم، فتعلم يعني ما ينفعه وترك ما يضر في باب العلم، والثاني في باب الإرادة أيضا يعني فعل ما إرادة ما ينفع وترك ما يضر أو عدم إرادة ما يضر. وكذلك في الطريق برضو سلوك الطريق الذي يحصل به ما ينفع، وكذلك يعني ترك سلوك الطريق الذي توصل إلى ما يضر. فيعني النافع أو الضار في كل من العلم والإرادة والطريق، فعل ما ينفع وترك ما يضر في العلم وفي الإرادة وفي الطريق، فهي ستة أقسام، فهي مجال أفكار العقلاء. قال: فالفكرة في التوحيد استحضار أدلته وشواهده الدالة على بطلان الشرك. بالنسبة للعلم يعني أكمل العلوم وأنفعها هو ما يتعلق بتوحيد الله تعالى، فيستحضر أدلة التوحيد والشواهد التي تدل على بطلان الشرك واستحالته، وأن الإلهية يستحيل ثبوتها لاثنين كما يستحيل ثبوت الربوبية لاثنين، الإله والمعبود يعني يستحيل أن يعبد اثنين، كما أن الربوبية هو أن الرب الذي هو الخالق والموجد، يعني كما أن الموجد والخالق هو واحد سبحانه وتعالى، فكذلك يستحيل أن يعبد اثنين، يعني طالما الذي خلقه ورزقه والذي خلقه ورزقه هو واحد، فلماذا يعبد؟ فكذلك أبطل الباطل عبادة اثنين، بل لا تصلح العبادة إلا للإله الحق والرب الحق وهو الله الواحد القهار. ثم يقول المؤلف اللي هو الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد خبط صاحب المنازل في هذا الموضع. الخبط اللي هو معنى الخلط والخطأ، يعني هنا يعترض يعني على الإمام الهروي رحمه الله، خبط في هذا الموضع وجاء بما يرغب عنه الكمل من سادات السالكين والواصلين إلى الله. يقول يعني الإمام الهروي رحمه الله عندما تكلم عن موضوع الفكرة في عين التوحيد، يعني هو الانتقاد أنه أتى ببعض العبارات المجملة التي يعني يمكن أن تفهم على أنه موضوع وحدة الوجود اللي هو نفي الفرق بين الخالق والمخلوق وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، استعمل يعني عبارات يعني موهمة كذا. يعني هو طبعا الإمام ابن القيم رحمه الله سيذكر يعني من جد إحسان الظن به وما هو المعروف يعني من سيرته رحمه الله لم يكن كذلك، لكن استعماله لهذه العبارات يعني أدى إلى يساء الظن فسر هذه العبارات يعني تفسيرا يعني منحرفا وكذا. فقال اللي هو الإمام الهروي: الفكرة في عين التوحيد اقتضاء
اقتحام بحر الجحود، الجحود اللي هو الايه الانكار، هو استعمل يعني عبارات يعني لذلك يقول كان يرغب عنها الكمل، يعني كان ينبغي ان يعني، فهو يقول الفكره في عين التوحيد اقتحام بحر الجحود. قال وهذا بناء على اصله الذي اصله وانتهى اليه كتابه في امر الفناء. طبعا موضوع الفناء الامام الهروي جعل يعني منزله الفناء يعني اعلى المنازل وارفع المراتب والدرجات، وهو الفناء له ثلاثه اقسام، يعني الفناء عن اراده ما سوى الله، الانسان لا يريد الا الله سبحانه وتعالى، والثاني اللي هو الفناء عن شهود ما سوى الله، والثالث اللي هو الفناء عن وجود ما سوى الله. فالفناء اللي هو عن إرادة ما سوى الله هذا حق يعني، وعلى المسلم يعني أنه لا يريد بعمله إلا الله سبحانه وتعالى، ويتخلص يعني من الرياء ومن إرادة الدنيا وكذا. المرتبة الثانية اللي هي مرتبة الفناء عن إرادة عن شهود ما سوى الله، فهذه مرتبة يعني جائزة ولكنها مرجوحة يعني ومفضولة، مرتبة جائزة لكنها مرجوحة ومفضولة، اللي هي ايه بمعنى انه يعني شدة تعلقه بالله تعالى، فيصبح في حالة يعني كحال السكران او المغشي عليه، لا يشاهد يعني المخلوقات، يعني كأنه لا يشهد الا الله سبحانه وتعالى، كأنه يغيب عن ادراك المخلوقات، فيتصرف تصرفات كأحوال السكارى او المجانين او المغشي عليهم او كذا. كان ابن القيم ضرب مثال قصة النسوة يعني في قصة يوسف عليه السلام، امرأة العزيز يعني كانت تحب يوسف عليه السلام، كان محبتها ليوسف عليه السلام أكثر من محبة النسوة اللي في المدينة، يعني الله تعالى قال إيه قد شغفها حبا وكذا، لكن مع ذلك لم يحصل لها الغيبة عن شهود ما سوى يوسف، يعني فهي يعني كانت لا تزال في وعيها وادراكها، ولم يذكر عنها يعني تصرفات يعني تدل على غيابها عن الوعي والادراك، لكن النسوه حصل لهم الغياب عن شهود، اول ما راينا يوسف قطعنا ايديهن بالسكاكين، يعني خلاص اصبحنا ايه كل واحده ماسكه سكين شده يعني انشغالها بالوقت، فلما رايناه اكبرناه وايه أخبرناه وقطعنا أيديهن، فهنا يعني فهنا كنا في حالة من الإيه اللي هو الغياب عن شهود ما سوى المحبوب، يعني ابتدت تصرفنا تصرفات لو كنا في وعيهن وإدراكهن ما كان يمكن أن يجرحنا أيديهن بالسكاكين، فهنا فعلنا ذلك عن غير إدراكه، فيحصل هذا هذه الدرجة تحصل لبعض العابدين وكذا، بعض العباد والصالحين وكذا، يعني مرات إيه يحصل له من يتصرف تصرفات يعني تدل على غيابه عن الوعي والإدراك وكذا، بسبب يكون في حال يعني فكر لله تعالى وتعلق بالقلب ومحبة الله تعالى، فيغيب عن شهود ما سوى الله، فهي حال يعني جائزة ولكنها يعني مرجوحة الحال الأولى والأحسن، أنه هو يعني أنه لا يغيب عن شهود ما سوى الله سبحانه وتعالى، وألا يمنعه ذلك يعني من الإقبال على عبادة الله وطاعته، وهو في حال البقاء يعني زي ما ذكر برضه من قبل أن حال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام عندما كلمه الله تعالى فوق السماوات السبع يوم المعراج كان حال البقاء، وحال موسى عليه السلام عندما كلمه الله تعالى كان حال الفناء، موسى عليه السلام فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، صعق موسى عليه السلام عندما كلمه الله تعالى، لكن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام عندما كلمه الله تعالى كان في حال البقاء، يعني ما صعق عليه الصلاة والسلام، فحال البقاء يعني أكمل يعني. فالمهم طبعا الدرجة الثالثة من الفناء هذه هي درجة الملحدين يعني والعياذ بالله، فبعض الغلاة يعني المتصوفة يجعلون هذه الدرجة الثالثة ان هي اكمل الدرجات وكذا، ان هو يصل الى ادراك يعني ما يسمونه حقيقة بزعمهم والعياذ بالله تعالى.
العالم، ان هذا الكون يعني ان الخالق هو المخلوق والعابد هو المعبود، و لا يوجد في لا يوجد الا الله، يعني ليس هناك موجود سوى الله، وكل فتصبح كل الموجودات هي الله، يعني ليس هناك موجود غير تعالى الله عما يقولون عدوا كبيرا. فهذا النوع من الذي يسمونه فناء هذا الحال والعياذ بالله تعالى، لانه يعني في نهايته هو انكار لوجود الله تعالى وانكار للتشريع، يعني ليس هناك رب يعني بعث الانبياء ولا انزل الكتب ولا هو العابد هو المعبود، وبالتالي يعني هؤلاء عياذا بالله تعالى يجعلون من عبد الصنم كمن عبد فرعون كمن عبد كل المعبودات عندهم كلها حق تعالى الله عما يقولون، فيصلون الى درجه من الالحاد والصندق. فهذه اللي يقال لها وحده الوجود، اهل الاتحاد او وحده الوجود او كذا، تعالى الله عما يقولون اتحاد الخالق والمخلوق والمشير ويعمل الله كذا، وانه لا ثم غير لا يوجد غير الله تعالى. يعني فلا بد للعبد يعني يميز بين وجود الله سبحانه وتعالى ووجود المخلوق، وجود الله غير وجود المخلوق. فهو الإمام الهروي رحمه الله يعني استعمل بعض العبارات التي يستعملها غلاة المتصوفة ممن يقولون يعني بوحدة الوجود وكذا، فجعل هؤلاء يفسرون كلامه على أنه يعني على طريقتهم وكذا، لكن ابن القيم يعني يقول أنه لم يقصد هذا المعنى، وأنه غاية ما يقصده هو الفناء عن شهود ما سوى الله. ذكرنا مثال الشمس يعني والنجوم، أن الإنسان إذا رأى الشمس فلا يرى النجوم، يغيب عن رؤية النجوم رغم علمه بأنها موجودة، لكنه لا يراها بسبب نور الشمس يعني غطى عليها. هو الغياب عن شهود ما سوى الله يعني ليس إنكارا لوجود الله تعالى الله عما يقول، يعني هي حالة يشغل بها بوجود الله تعالى عن مشاهدة بشهود ذلك عن شهود ما سوى الله سبحانه وتعالى، لكن مع كونه موجودا يعني. فهو يقول ان الدرجة الثانية من الفناء هو الفناء عن شهود ما سوى الله، هي التي يعني يقصدها الهروي، يعني لا يقصد الفناء عن الوجود، لكنه استعمل عبارات يمكن انها تفسر بالدرجة اللي هي الفناء عن وجود ما سوى الله تعالى الله عن ذلك. فلهذا قال انه خبط في هذا الموضع. فقال التوحيد، الفكره في عين التوحيد اقتحام بحر الجحود. قال وهذا بناء على اصله الذي اصله وانتهى اليه كتابه في امر الفناء، فانه لما راى ان الفكره في عين التوحيد تبعد العبد عن التوحيد الصحيح، لان التوحيد الصحيح عنده لا يكون إلا بعد فناء الفكرة والمتفكر، والفكرة تدل على بقاء الرسم. الرسم هو المخلوق وصفة المخلوق، يعني الرسم هو المخلوق وصفات المخلوق. فيقول إن الذي يتفكر في التوحيد معناه أنه لا يزال يوجد المخلوق ويوجد صفة المخلوق لاستلزامها مفكرا وفعلا قائما به. والتوحيد التام عنده لا يكون مع بقاء رسم اصلا. التوحيد التام كانه ايه؟ مع فناء المخلوق، يعني المخلوق نفسه يفنى وتفنى صفاته وكذا. كانت الفكره عنده علامه الجحود لاقتحامها لبحره. فالفكره اللي هي علامه جحود، يعني كانه ايه؟ انكار. يعني طبعا هو الامام ابن القيم سيبين ان هو يقصد ايه، انكار يعني شهود ما سوى الله سبحانه وتعالى، يعني فكانه ينكر الفكره والمتفكر وكل شيء، يعني لا يشهد الا الله سبحانه وتعالى. فالجحود اللي هو الانكار يعني. قال وقد صرح بهذا في ابياته في اخر الكتاب. الهروي في كتابه منازل السائلين ختمه بابيات عنده، قال فيها ما وحد الواحد من واحد إذ
كل من وحده جاهد. نقرا ابياته شرحها يعني، نقراها الاول بعد شرحها سياتي مباشره. قال: ما وحد الواحد من واحد، اذ كل من وحده جاهد. توحيد من ينطق عن نعته، عاريه ابطلها الواحد. توحيده اياه توحيده، ونعت من ينعته لاحد. قال: ومعنى ابياتي، معنى ابياتي: ما وحد الله عز وجل احد حق توحيده الخاص. ما وحد الواحد من واحد، قل ما وحد الله احد حق توحيده الخاص، الذي تفنى فيه الرسوم ويضمحل فيه كل احد ويتلاشى فيه كل مكون. فانه لا يتصور منه التوحيد الا ببقاء الرسم، يعني يقول ان التوحيد الكامل ان يفنى فيه الايه العبد. فالعبد اذا وحد الله سبحانه وتعالى فالان بقي الرسم، اللي هو بقي المخلوق او صفه المخلوق ببقاء الرسم، هو الموحد هو العبد. وتوحيده القائم به التوحيد، هذه صفة يعني العبد عندما يوحد الله، فهذا فعل قام بالإيه بالعبد، أنه يوحد الله. فمعناه أن العبد عندما يوحد الله، العبد الآن لا يزال إيه موجودا، فيه موحد وفيه صفة للعبد اللي هي فعل العبد اللي هو توحيد العبد ربه، هذا فعل العبد لا يزال موجودا. فإذا وحده شهد فعله الحادث. الآن العبد عندما يوحد الله، معناه أن العبد الآن لا يزال يشهد ما سوى الله، لأنه يشهد إيه الموحد ويشهد التوحيد اللي هو فعل العبد، ويشهد فعله الحادث ورسمه الحادث. وذلك جحود لحقيقة التوحيد الذي تفنى فيه الرسوم وتتلاشى فيه الأكوان. فيقول لك ما وحد الواحد من واحد، يعني العبد إذا وحد الله فهو في الحقيقة يعني إيه التوحيد، هذا فيه نقص للتوحيد الكامل ويفنى عن شهود ما سواه. وهو الآن عندما يوحد الله معناه أنه لا يزال يشهد موحدا ويشهد التوحيد الذي يقوم به العبد. إذ كل من وحده جاحد. فكل من وحد الله تعالى فهو جاحد، يعني ليس جحود والإنكار، يعني فهو منكر للتوحيد الذي هو فناء الموحد وفناء فعل العبد اللي هو التوحيد. فهو كلام الناس لا يزال يعني يظن انه وحد الله، فمعناه انه لم يفنى عن شهادة او عن شهود العبد الموحد وعن شهود فعل العبد. قال: هذا احسن ما يحمل عليه كلامه. يعني هذا الامام القيم يعني يفسر كلامه تفسيرا بحيث انه في دائرة فناء عن شهود ما سوى الله. وقد فسره اهل الوحدة بصريح مذهبي. اما اهل الوحدة اللي هم أهل وحدة الوجود عياذا بالله، يعني هو زي ابن عربي وابن سبعين وعفيف بن مسالم والمجموعة دي اللي هم من أهل وحدة الوجود. ففسروا كلام الهروي بأنه إيه يقول التوحيد اللي هو نفي الفرق يعني بين الخالق والمخلوق. تعالى الله عن قالوا: معنى كل من وحده جاحد، أي كل من وحده فقد وصف الموحد بصفة تتضمن جحد حقه الذي هو عدم انحصاره تحت الأوصاف. فمن وصفه فقد جحد إطلاقه عن قيود الصفات. أهل وحدة الوجود يقول لك إن تعالى الله عما يقولون، يعني الله تعالى ليس موصوفا بصفة، ولا إن هو الخالق هو المخلوق وكل شيء هو الله. نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل يعني شرح الأبيات المرة القادمة. هذا صلى الله وسلم على نبينا.